لا إعمار في الموصل إلا ما تكفل به الأهالي أنفسهم في ظل غياب الدولة ومماطلتها بإزالة آثار دمار من المدينة وإطلاقها حملة تعويضات وهمية لا حقيقة لها على أرض الواقع. المفروض الحكومة من بداية ما عمرت يعني الشوارع والتبليط، المفروض كان هي أشكو بنايات آلة للسقوط، شغل البلدية هذا تقوم هي بإزالتها وتنظيف المكان، حتى صاحب العمارة يعني من يجي ويشوف إنه العمارة ماله كان شالت انشال الأنقاض ماله وتنظفت، يجوز هو يشجع يقوم يبني بناية جديدة حديثة، حتى أهل المحلات هم من يجي يشوف العمارة انبنت من جديد يرجع تدريجيا شوي شوي يرجع السوق عندنا هنا، ولكن يعني الحكومة ما صرفت أي تعويض يعني نهائيا لا لأصحاب البيوت. هسه تفوت جوا بالأفرع البيوت مهدمة يعني دمار كامل، يعني ماكو عليها آثار أي إعمار وأي شيء. ورغم الجهود الأهلية الذاتية في إعمار بعض المحلات إلا أن السوق تشهد حركة ضعيفة بسبب تضييق البلدية على أصحاب المتاجر وإثقال كاهلهم بالضرائب دون أن تقدم مقابلاً خدمياً مناسباً. الحركة غادي كل تعبانة والمحلات محلات كلها معزلة، هذا محل يمي معزل، هذا الأخ يمي معزل. غياب التعويضات للمتضررين يعتبر أحد أسباب إحجام النازحين عن العودة، فالذين يشجعون المواطنين على العودة لم يوفروا أدنى شروطها المقبولة على الصعيد المادي والخدمي فضلاً عن المحاذير الأمنية الكثيرة. والله لو أكو تعويض 5% كان رجعوا، هم يريدون يرجعون. تعرف السوق السلشخانة سوق مزدهر، يعني سوق مثل ما الكل تعرف والمواطنين الموصلين يعرفون، السوق السلشخانة ما فقط سوق يعني كان يحوي صيدليات، يحوي أطباء، يحوي يعني ناس حلويات. فإذا الحكومة كان عوضت المحلات 10% 5% كان الكل رجعت وزاولت يعني أعمالها. ويبقى أمل عودة الحياة إلى الموصل معقودا في نفوس أهاليها، إلا أن هذا الأمل لا يتحقق إلا بتغيير الوضع السياسي الراهن قبل كل شيء.